السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أشرف يوم لكم مقطع جديد. اليوم حبيت أني أقول لكم إن شاء الله عليكم مبروك، إن شاء الله كل حال وأنتم طيبين أنتم بخير. فيب الشيء اللي حبيت أقوله، طبعا رح ألعب جيم، بس هذا يعني كونت ثاني. شوفوا سكنات، شوفوا حلقات، شوفوا هاي اشتريته، شوفوا هذا مع سوفيل مونت. طبعا اشتريت من واحد يلعب على البلاي كاست، هذا وهذا يعني حركات، بس انا حب مع السيف، حب اوكي. فبس راح ادخل الموضوع على طول. اول شيء في واحد في الكومنت كتب لي وجاني في الحقيقة وقال لي يا اشرف ما تتكلم، لا تتكلم باللهجة العراقية، تكلم بلغتك، تكلم بالتونسي، يعني بلهجتك التونسية. فهذا آخر فيديو راح أتكلم به بالعراقي، فسوري شباب، ما أقدر، أنه في كتير أشخاص تقول لي تكلم بالتونسي وإلا ما راح نظل نشوفك أو أي شيء. فبس راح أتكلم، بس هذه الحلقة هي الأخيرة، ممكن ايضا اتكلم شوي بالتونسي. ف وشي ثاني حبيت تفسره، المقطع اللي فات مع الفورتنايت اللي ما فيه اي صوت، هذا المقطع ديو ريكوردر الملعونه هاي اللي انا جالس اصور بها، هاي انا فسرت كيف تاخذ المال من اليوتيوب وانا العب جيم. يعني ما حبيت اني اظل يعني اتكلم هيك بدون جيم بدون اي شيء، فحبيت اني اضع معها الجيم لحد ما يعني تصير هيك شوي اوكي. فاجتني بعد شوي ديو ريكوردر، نحن اسفون لم نسجل صوتك. كيف لم تسجلون صوتي؟ لا ما سجلنا صوتك، يعني انا بقيت اتكلم 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 وكل شيء، وهي في الأخير دي وتقول لي لا أسف أسفين ما سجلنا صوتك، I'm sorry. فأنا تحدثت كتير عليها هذا الشيء. شنو هذا النوب اللي معي؟ لا مو نوب، يلا اوكي ننزل. فأنا تكلمت يعني كثير كثير كثير، بس راح أفسر لها، ما راح أترككم هيك وكل شيء لحد ما تاخذ الفلوس من هاي اليوتيوب. لازمك طبعا انا مركز شوي مع الجيم، فما راح احيانا راح اقول اشياء خاطئة، بس راح اصلح شوي. لازم توصل 70,000 مشترك، مو مشترك عفوا، 70,000 مشاهدة على مقاطعك، على مقاطعك كلها، يعني مو 70,000 فيو على كل على مقطع الواحد، لا لازم مقاطع كلها التوتال يكون 70,000 فيو. فانا لهلا واصل 1000. حق مود الكلاسيك هذا، اوكي استغربت في هذا السلاح طبعا، هذا لا 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 يلا لا بليز تفنيش، لا تفنيش، لا ساعدني يا كلب. اوكي يلا راح اطلع من الجيم. فلازم توصل 70,000 فيو ل يعني لفيديوهاتها كلها. بعد ما توصل هذا 70,000 فيو تروح تسوي باي بال. اذا كنت انت اكثر من 18 سنة تقدر تسوي باي بال لحالك، طبعا اذا كان معك كارت بنكير. بس اذا ما كنت عندك كارت بنكير وكنت اقل من 18 سنة، بالطبع تروح لأبوك أو أمك تقول لها بليز أبي أخذ، أبي أسوي كارت، أبي أسوي باي بال، روح لعب سول، أبي أسوي باي بال بس من فضلك أريد يعني أستعير الكارت بنكير مالك حد ما أسوي بها. فهو إجابته إذا قال لك نعم يعني تقدر تأخذ. فرح أكمل قبل هذا، انت تروح يعني قررت انتهى الامر، قررت انك تسوي باي بال. فتروح على ملفات اليوتيوب، ايش ملفات اليوتيوب؟ تدخل بارامتر مال اليوتيوب، وتروح تروح الملفات مال اليوتيوب، راح تلقى رقم الشركة، تتصل بالشركة
قولي لها انا اقل من 18 سنة، باش عندي ابي راح يسوي لي باي بال بالكارت بونكير ماله، وهذا النمر مال الكارت بونكير وكذا وكذا وكذا. هي راح تصدقك وراح تقول لك اوكي. ثم راح تطلب منك الايميل. ايميل ما ايش راح تسوي بيه؟ راح تاخذ الايميل وتبعث لك الورقة. ورقة هذه ايش اسمها؟ اسمها الاوتوريزاسيون، يعني السماح لك بانك تسوي باي بال. فاتمنى انكم فهمتوا علي. فبعد ما تسوي هذا يعني بعد ما تشوف هاي الورقة لازم تطبعها، تسوي كوبي عليها في الحقيقة، ثم تروح للبنك مال يعني ابوك، وتقول لهم انا اخذت هاي الاوتوريزاسيون من عند اليوتيوب واريد اني اسوي يعني باي بال. فتقول لك تاخذ هاي الورقة وتقول لك مبروك عليك سويت باي بال. ثم يعني لازم توصل 70,000 فيو قبل هذا، ثم على تنزل مقطع بعد هذا كل شيء. تنزل مقطع وانت يعني مسوي باي بال وكذا، تنزل مقطع على كل 1000 فيو عندك 1 دولار. اوكي، على كل على كل 1000 فيو يعطيك اليوتيوب 1 دولار. هذا الدولارات وكل شيء ايش تسوي بهم؟ مثلا انت تلعب فورتنايت وما عندك اي سكين وفوت 70,000 فيو، فتقدر انك تشحن بالباي بال مالك. فهذا مقطعنا بشكل كامل. راح اكمل جيم بس ما راح اتكلم اوكي، لانه المايك على يدي وما اقدر العب. فخليكم مع المقطع. طبعا انا واصل 1000 فيو، ان شاء الله يتواصل الدعم. طبعا اذا وصل هذا المقطع 15 لايك راح انزل فيديو كيف تصير محترف في فورتنايت. ليش ما في اي شخص؟ اوكي في شخص الحمد لله. يلا اخذ تكتيكال اروح له على طول.
طبعا مثل ما تشوفون كان دمي 200، بس كان في نوب زابن هني ما ادري كيف طلع لي اصلا، ضربني ضربة هيد شوت نزع لي ام دمي، ف قتلته على طول بالتكتيكال. يا الله المنوب والزبنة كتير. موت، يا كنت مدمج يا صمد العم. يلا يلا اتمنى القى هيك شيلد هيك شي. فولنا موارد، فولنا كل شي، خلاص اتمنى اني افوز. طبعا الحمد لله ما في اي لاج، ما في اي شي. طبعا تعرفوني محترف بدون لاج. لا 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 بليز، لا لا أرجوك لا. يلعن أبو حظي يا جماعة. أوكي، فهذا كان مقطعنا بشكل كامل. أتمنى أتمنى تضغط زر اللايك، تشترك في قناتي إذا ما كنت مشترك، تفعل زر التنبيهات حتى ما يلحقنا بينا أول ما أنزل فيديو. وإذا ما فهمت كيف تسوي، كيف تاخذ المال من اليوتيوب، راح أزيد أفسر. فإذا وصل هذا الفيديو 15 لايك راح أسوي مقطع كيف تصبح محترف في فورتنايت الجوال. طبعا فهذا كان مقطعنا بشكل كامل. أتمنى أتمنى تضغط زر اللايك، تشترك في قناتي ما كنت مشترك، وتفعل زر التنبيهات حتى ما يصلك تنبيهنا أول ما أنزل فيديو. طبعا شير. كان معكم أشرف من قناة موبايل. سلام عليكم.